تعالوا نكمل الفرحة، وده كان قبل صلاة الفجر بالأمس. يعني افتتح سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الحديثة، وطبعا هذا الافتتاح كان بحضور شيخ الأزهر الشريف فضيلة الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة وعدد كبير من رجال الدولة. هذا المركز اللي حضراتكم بتشاهدوه على الشاشة ويتفقده السيد الرئيس هو مركز مصري ثقافي إسلامي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، ويعد إنجازا كبيرا من أهم المشروعات اللي تم إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة. وأنا شخصيا يعني بما أننا نمتهن مهنة الإعلام، لما أشوف اهتمام الدولة بأنها تعمل لك صرح ثقافي كبير يتقدم فيه كل الأشياء ويتقدم فيه، لأنه أنت هنا تخاطب الوعي والعقل، فكلما يعني العقل كده كان فيه وعي كبير كلما أنت تقدمت بشكل كبير. المركز كمان في أحدث الإمكانيات العالمية حتى يصبح مركز بمستوى عالمي ويهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي. لما تيجي كمان تسأل أي حد في أي مجتمع وتقول أنا عندي هذا المركز الكبير وإزاي الناس بتتقدم، بتتقدم علشان أنت عندك مركز كبير يخاطب العقل، تقدم فيه ثقافة، تقدم فيه حوارات مختلفة، تقدم فيه مثلا توعية معينة، تقدم فيه يعني فنون متنوعة من الثقافة. وكمان الخطاب الديني، لما بنيجي نتكلم على الخطاب الديني، أنت هنا لما تعمل هذه المراكز الثقافية يبقى هنا عندك يعني كتير بقى من الوقت انك تقدم اشياء بامكانيات حديثه، تعمل برزنتيشن، تعمل شرح، تستعرض مثلا فكر معين ويبقى فيه مناظرات معينه، او تقدم كمان اشياء يعني نقدر نقول تثقف الجيل الجديد وتدي له حاجات جميله. كمان الاجمل، ويا ريت استاذن مخرجنا عمرو يرجع لبعض المشاهد بالامس، انا كنت سعيده، كلنا كنا في البيت وقت السحور، فكان شيء مبهج، عارف حاجه من بلدك كده صرح كبير والناس بتتسحر، يعني تحس كده وكأن مائدة السحور امتدت حتى وصلت إلى العاصمة الإدارية. يعني الحقيقة كان مبهج قوي المنظر. سيد الرئيس الحقيقة كعادته دائما، وهو يعني استخدم كده إنه يعني يثني ويقدر السواعد العافية اللي كان لها هذا القدر في أنه هذه العاصمة والناس تبقى موجودة في هذه الافتتاحات. تعالوا كده في هذه التفاصيل مع الداعية يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذة شفتي، على حضرتك وعلى مشاهديك الكرام، وكل عام وأنتم بخير جميعا. كل عام وحضرتك بألف خير. يعني أنا سعيدة جدا أنه يعني نفتتح هذا المركز في ليلة يعني قدوم الشهر الكريم، فكلمني عن هذا المركز. يعني حضرتك كداعية، ما الذي تتمناه أنه يقدم في هذا المركز؟ صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، أما بعد، يقول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعوا. الحمد لله، بالامس تم افتتاح مسجد مصر الجامع المبارك، وهو اكبر جامع في مصر، وكانت فرحه يعني عارمه بالامس بحضور سياده الرئيس وبحضور جميع طائف الشعب المصري، كبار وصغار وشباب، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وكرمنا الله وصلينا الفجر اليوم في هذا المسجد المبارك ورفعت فيه صيغة التكبير والأذان، وفرحنا جميعا بهذا الافتتاح المبارك لهذا المسجد العام. جميل. يعني كمان عايزة أعرف من حضرتك، يعني هذا المركز هيتم فيه أيضا دروس، وهيتم فيه يعني مواد دينية وثقافات ومراجعات وكتب وأحاديث، يعني كلمني عن ما هو الشكل اللي هيبقى موجود من هذه الثقافات المختلفة داخل هذا المركز الكبير. يمكن الحاجات المميزة، فوجئنا لأول مرة، ويمكن دي كانت مفاجأة بالأمس، إن مصر أطلقت مصحف مصحف مصر، ويعني إن مصحف يحمل اسم مصر، هذا شرف عظيم طبعا وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى. وجدنا المصاحف الموجودة في المسجد بالأمس تحمل هذا الاسم المبارك، مصحف مصر.
وهذا يعني أدل دليل على أن مصر بلد القرآن التي تصدر العلم والقرآن إلى العالم بأسره. أكيد. فهذا من فضل الله علينا ومن منه أن هذا المكان المبارك حوى هذه المخطوطات، وفي مصحف لسيدنا عثمان بن عفان، مصحف كبير، جمع هذا المصحف ونسخت منه نسخ المصحف الشريف الموجود الآن في كل العالم. هذا المصحف موجود عندنا في مصر في هذا المكان في مركز مصر الثقافي، فكل ده فضل ومن من الله. وكما يعني سمعنا بالأمس أن المكان ده هيكون مكان لإعداد وتأهيل المؤذنين والمجتهدين والمنشدين ليصدروا الإنشاد حول العالم، ومصر ولادة التي أنجبت طبعا الشيخ عبد الباسط والشيخ طبعا البتشاوي والشيخ طبعا القصري، وأنجبت الشيخ الفشني والشيخ النقشبندي طبعا والشيخ طبار، تنجب غير هؤلاء كثير. أكيد. وكثير إن شاء أكيد الله، وفي دعم ما يعني لا محدود من الدولة لكل المبتكرين ولكل المبدعين. أكيد. الداعية يسري عزام أحد علماء وزارة الأوقاف، كل سنة وحضرتك بألف خير، وإن شاء الله يكون هذا الشهر الكريم شهر جميل.